بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حبيت نوضح بعض الامور فيما يخص تجديد محركات 1.6 اتش دي. الامر الاول اللي هو لي دوفي ولا السعر تجديد محركات 1.6 اتش دي، وين حكينا في فيديو سينا نبسطوا الامور للمشاهد الكريم فيما يخص الاسعار، يعني السعر الادنى اللي شفناه حنايا، يعني بعد التجربه اللي ما كان السعر تحت هذاك السعر اللي هو 15 مليون. دونك كل واحد كيفاش يشوفها، كاين اللي قال لك يعني انا جزدته ب 7 ملايين 10 ملايين، حنا يعني على حسب التجربه تاعنا سينا يعني لحقوا 7 ملايين ولا 10 ملايين. دونك براتيك مو امبوسيبل، يعني في حاله التجديد ماشي في الحاله يعني تاع 7 ملايين، راكم تعرفوا كيفاش لا ريباراسيون هذيك بدون ذكر يعني المغزى من هذاك الشيء، يعني 7 ملايين كي تحسبها ما تلقاها لا في لا بيس لا في لا مين دوف لا في التورنور لا في النيتواياج اكسيتيرا. نعرفوا انه الاسعار القطع الغيار يعني حاليا كيما لي سيغمون عندنا في الدوريجين، يعني 19000 ان جو سوبا 9000 دينار، تيرموستا 9000 دينار ولا 8500، كاش كيلبيتور يعني في 8500. يعني مانيش فاهم كيفاش السعر تاع 7 ملايين، يعني السعر تاع 7 ملايين براتيكمون يعني ما غير له والو، يعني بالك ميم لي سيغمون دار له حاجه تاع يعني ماشي دوريجين كوسيني كيف اكسيتيرا، يعني كاين كيفاش تلحقوا، لكن هذاك ما يسموش تجديد، هذاك ماشي تجديد. التجديد انه يعني تعاود تجدد المحرك تاعك، يعني ميم شوميز بيستون الا كانت فيها مشكل تعاودها، ان تري بون نيتواياج كيما هذا، يعني تجتهد مليح في النيتواياج، يعني ما يقعد فيها حتى يعني دالة التراب ما تكونش في قطع، خاصة هذه القطع السونسيل يعني لو بلوك لاكيلاج اكسيتيرا. دونك نيتواي بطريقة يعني اكسيلون ممتازة جدا. دونك الطريقة هذه اللي تقدر تسميها يعني تجديد، وهذه الطريقة اللي نتعاملوا بها احنا هنا عندنا في الورشة. دونك ما كانش موان دو 15 مليون، وتتغير على حسب قلنا على حسب ليطا تاع المحرك، يعني كيما الزبون هذا يعني كان محافظ يعني جدا على السياره تاعو. دونك لحقنا وين راح نديرو ان جو سيغمون باك، يعني البيسون تاعو اون بون ايطا ماشي 220000. دونك عاودنا له ان جو تشوميز لي غيت سوباب، دونك ان جو سوباب جوان بوشات دو جوان اكسيتيرا. دونك بار كونتر عندنا حاله واحده اخرى، يعني حاله شويه كارثيه بارابول هذه، يعني الزبون كان خلى السياره حتى ولات يعني ما يقدرش يمشي بها. لا ميم شوز سي 208 لو بلوك تاعها راه وان تورنو. دونك في الحاله هادي يعني ما قدناش يعني لي بيستون تاعو ديباساو يعني لا غورج، يعني ديباسات لا نورم. دونك راح يروح ان جو دو بيستون. وفي الحاله هادي يعني هذا الكيتشان تاعو ثاني ماشي مغير تيرموستا، دونك سافا شيفري بارابور الحاله هادي. دونك كيما الزبون هذا كان غير لو كيت ديستريبيسيون، كان غير تيرموستا في الوقت، دونك راح نعاودو نريكيبيريوها. دونك راح تستعملو موان كو لا 208 هاذيك. دونك لي دوفي تغيرو من حالة إلى أخرى، يعني دو بريفيرونس باش الإنسان ما تستعملوش يعني بلوس كو واش لازم، باش يقدر يجدد المحرك تاعو ألاز، أنو كي تبدا في لي بروميي كيلومتراج يعني يبدا يعني يدير التشخيص تاعو ويدير التجديد إلا كان لازم يدير التجديد. يعني نتصلوا بنا يعني زبائن ماشي 160000 170000. دونك في الحاله هذه راح يكون دي ديغا مينيموم، دونك المحرك تاعو راح يزيدو باك 15 حتى 16 مليون، سا ديبون على حسب لي ديغا. دونك هذا فيما يخص السوجي تاع اليوم. حبينا باك نوضحوا لانه لاحظنا في المنشورات يعني اتصلوا بنا الناس بزاف، يعني كل واحد كيفاش يحكي يعني على حسب التجربه تاعو. دونك اللي عنده تجربه ماذا به يعني يبارطاجيها مع الاخوه، لكن بطريقه يعني احترافيه، يعني ماشي يهدر هكذاك من وراء الهاتف يعني يحكي واش يحب. دونك من التجربه باش الناس تستفاد، يعني ماشي باش يدير بارازيت على الاخوه. دونك هذا فيما يخص التوضيح تاع اليوم. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.